الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الجزء الثاني من الفوسفيت ديس اوردر. المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على الهايبوفوسفاتيميا، النهارده هنتكلم على الهايبرفوسفاتيميا. زي كل الكترولايت ديس اوردر كنا دايما في جزء في اول جزء من المحاضره الاولى منه بنبتدي نتكلم على الفسيولوجي وعلى الهوميوستيزيس وعلى الفاكتورز اللي بتعمل ريجوليشن للالكترولايت ده، وده اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت. فطبعا الجزء ده مهم جدا واساسي قبل ايه نسمعه قبل محاضره النهارده. الهايبرفوسفاتيميا ديفينيشن ان السيرم فوسفيت هيكون اكتر من 1.5 ملي مول بر لتر، او بالملي جرام يبقى اكتر من 4.5. ودايما احنا هنا بنقيس اللي هو الان اورجانيك فوسفيت، هو ده اللي احنا بنقيسه في السيرم وهو ده الفسيولوجيك اكتيف بارت. في البدايه عندنا حاجه اسمها سودو هايبرفوسفاتيميا، يعني الاقي سيرم فوسفيت عالي لكن هو حقيقة مش عالي. ليه؟ لان في بعض السابستنس اللي بتكون موجودة في السيرم ممكن تبقى الكيتس اللي بتقيس الفوسفيت تفتكرها فوسفيت وهي مش فوسفيت. ده بنقول عليه زي البارابروتينز في حالة مالتيبل مايلوما، الهايبرليبيديميا، الهايبربيروبينيميا، وبعض الكرونيك انفكشنز زي الاتش اي في. طيب نعرف ان ازاي ان دي ترو ولا فولس هايبر فوسفاتيميا؟ ان احنا بنشوف السيرم كالسيوم، ده الكلو بتاعنا، لان في معظم حالات الهايبر فوسفاتيميا بيكون الكالسيوم لو. لما الاقي الكالسيوم نورمال يبقى ده يخليني اشك ان دي كايتيولوجي. احنا بنقسم الهايبر فوسفاتيميا الى ثلاث كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولاني وده اهم كاتيجوري والموست كومن اللي هو ديكريز رينال اكسكريشن، واكتر سبب يعمل كده هو رينال فيلير السي كي دي بالذات، لكن ممكن زي ما قلنا يحصل مع الاي كي اي. الحاجه الثانيه انه في حالات الهايبو باراثايرويدزم احنا البي تي اتش بيزود الفوسفيت اكسكريشن، فلما يبقى في نقص في البي تي اتش يبقى هيقل الاكسكريشن، فيبقى في عندي هايبر فوسفاتيميا مع الهايبوكالسيميا اللي موجوده. طيب السودو هايبو باراثايرويدزم انا عندي بي تي اتش بيطلع لكن انا عندي ريزيستنس ليه زي ما اتكلمنا في محاضره الهايبوكالسيميا، فبالتالي مش هيقدر يشتغل البي تي اتش، مش هيعمل الفوسفاتوريك افكت بتاعه، مش تنزل الفوسفيت في اليورين وبالتالي هيعلى في البلط. عندنا الاكروميجالي الجروث هرمون زي ما اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت من الحاجات اللي تزود الفوسفيت ري ابزوربشن من الرينال تيبيولز لانه بيشتغل على الصوديوم فوسفيت كو ترانسبورتر 2A. وفي حاجه اسمها سودو تيومورال كالسينوزيس هنتكلم عنها كمان شويه، وبعض الدراج زي البيسفوسفونيت يعمل كده. فدي اول مجموعه والموست كومن اللي هو ديكريز رينال اكسكريشن. الحاجه الثانيه انه يبقى فيه فوسفيت كتير، يا اما يطلع من جوه الجسم يعني هو اندوجينوس كان جوه السيلز وطلع بره فزاد في السيرم، لان احنا قلنا الفوسفيت هو ذا مين انايونز انتراسيلر. خلاص المين انايون انتراسيلر هو الفوسفيت، اكستراسيلر المين انايون هو الكلورايد. طيب لو هو خرج من سيلز بكميه كبيره يبقى هيعمل لي هايبر فوسفاتين، يبقى ده اسمه ايه؟ اندوجينوس. اما اكسوجينوس سبلاي لا، ده فوسفيت جاي لي من بره بقى الجسم اضاف ليا جوه. يبقى الاندوجينوس هو عباره عن ريديستريبيوشن، خرج من الانتراسيلر للاكستراسيلر فزاد في السيرم. يزيد ايه؟ عندي هايبر كاتابوليزم، بعض السيلز حصل هايبر كاتابوليزم، حصل انجري ليها طلع كميه كبيره زي اللي بيحصل في الرابدوميلوسيس، مصل دامج بكميه كبيره طلع فوسفيت، او الهيموليسيس سيفير هيموليسيس ار بي سيز مليانه فوسفيت ابتدى يخرج بره، او بيكون في حالات الماليجنانت هايبر ثيرمي. الحاجه الثانيه انه بعض انه ابنورمال سيلز بقى عندي نيو بلاستيك ديزيز ليمفوما ليوكيميا، وبعد نعمل تريتمنت ليها بالكيموثيرابي راديوثيرابي، او احيانا سبونتينيوسلي يبتدي يحصل تيومر لايسيس سندروم ويبتدي يطلع كميه كبيره جدا من الكونتينز بما فيهم الفوسفيت فيعمل هايبر فوسفاتيميا. في كمان عندنا اللاكتيك اسيدوزس. اللاكتيك اسيدوز بيكون عندي هنا عندي هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي بتبتدي تعمل بريك داون للاي تي بي اللي هو السورس اوف انرجي اللي فيه فوسفيت كتير يتحول الى اي ام بي، فالتكسير ده طلع منه فوسفيت كتير فيعمل لي هايبر فوسفاتيم. وفي كمان الكرونيك ريسبيراتوري الكلوزس هنتكلم عنها ان شاء الله كمان شويه. الاكسوجين سبلاي حاجه جايه بقى من بره، ان شخص ده خد فوسفيت كتير، ممكن يكون اورال، ممكن يكون انتروفينوس، ممكن يكون ريكتال انيما، كل الكلام ده هيزود الفوسفيت في البلد. الحاجه الثانيه ان انا باخد دوزس عاليه من الفيتامين دي فارماكولوجيكال دوزس هيبتدي يزود الفوسفيت مع الكالسيوم من الجي اي تي، فيبقى هنا عندي هايبر
هايبر فوسفاتيميا وبيبقى غالبا معاه كمان هايبر اي كالسيوم. يبقى دي كده الاسباب، يا اما انا في فوسفيت زاد جديد اندوجنس او اكسوجنس، لكن دول اقل، لكن الاكثر هو قلل رينال اكسكريشن فبتدي يحصل هايبر فوسفاتيميا. ليه؟ لان احنا في المحاضره اللي فاتت قلنا الكيدني از ذا مين ريجوليتور of the phosphate in the body، يعني حسب الكمية اللي بتبقى absorbed من الجي اي تي يبتدي هو يتحكم في الكمية اللي excreted من الكيدني عشان يعمل الايه الphosphate balance. وزي ما قلنا ان اكتر سبب ان بيقل ال excretion of phosphate في حالات السي كي دي، طبعا انا كل ما بيحصل progression للسي كي دي كل ما نفرماس تقل وبالتالي قدرتها على ال excretion of phosphate بيقل، وعشان كده بيبتدي يطلع فوسفاتوريك هرمونز اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت اللي هو البي تي اتش والاف جي اف 23، ده بيبتدي ايرلي من السكة دي، لكن عشان يبتدي فبيبتدي يزود الايه الاكسكريشن او فوسفيت في اليورين لغاية لما بيبتدي يبقى ادفانسد سكة دي الجي اف ار تقل عن 30 غالبا، يعني ما بنشوفش هايبرفوسيميا الا اول بداية من ستيج 4، واحيانا يبقى من اقل من جي اف ار 20 يبتدي يظهر الفوسفيت يبتدي يعلى. فلما بيقل الكيدني فانكشن يبتدي الفوسفاتوريك هرمونز يزيد اللي هو البي تي اتش والاف جي اف 23. طبعا احنا كمان قلنا ان الاف جي اف 23 عشان يشتغل هو محتاج كو فاكتور اسمه كلوثو، وده طبعا بيطلع من الكيدني. فلما يكون عندي ادفانسد سي كي دي الكيدني مش قادر اطلع كلوثو، فهو مش قادر يساعد الاف جي اف 23 عشان يدي لي الفوسفاتوريك افكت بتاعه، فلاقيه ان هو هنا عالي لكن مش افكتيف قوي. طيب لو ان ال FGF23 هو ليد دايركت كاردياك توكسيستي وبيزود الكاردياك هايبرتروفي، طب وبالتالي ممكن يكون ليه رول انه ممكن يزود المورتاليتي، وان كان لسه ما عنديش ايفيدنس. الحاجه الثانيه ان ال FGF23 احنا قلنا قبل كده ان هو بيعمل انهبيشن لل1 الفا هيدروكسيليز، ال1 الفا هيدروكسيليز مهم جدا عشان يحصل اكتيفيشن للفيتامين دي، فهيقل الاكتيف فيتامين دي وبالتالي هيقل الكالسيوم ابزوربشن من الجي اي تي، وكمان هيقل طبعا الفوسفيت ابزوربشن. طيب لكن طبعا انا حتى هنا لو قال لي الفوسفيت ابزوربشن انا عندي هنا ده هيبقى كويس، لكن المشكله ان انا عندي كيدني ادفانسد سي كي دي مش قادره تعمل اكسكريشن الفوسفيت، فهيبقى في هايبر فوسفاتيميا مع الهايبوكالسيوم. كمان عندنا اللايتك ستيتس اللي هو بيبقى اكستريم سيل لايسيس زي ما اتكلمنا، لما بيحصل سيل لايسيس دامج بكميه كبيره بيطلع الكونتينتس بتاعتها اللي هي فيها الفوسفيت بكميه كبيره فيؤدي ايه الى هايبر فوسفاتيميا. طبعا عندي الرابدومالوسيس اتكلمنا عنه في محاضره لوحده، بيبقى فيها هايبر فوسفاتيميا هايبوكالسيميا وكمان ممكن يؤدي الى اي كي اي. عندنا سيفير هيموليسيس يعمل كده، تيومر لايسيس سندروم يعمل كده، دي سندروم، وكمان اي حاجه تعمل سيفير هايبر كاتابوليزم زي سيفير انفكشن او يكون بيشنت في دي كي اي كل ده يؤدي الى هايبر فوسفاتيميا. في بعض الميديكيشنز تؤدي الى هايبر فوسفاتيميا فبنقول عليها تريتمنت انديوسد هايبر فوسفاتيميا. اكتر حاجات كده اللي تعمل كده اللي هو اللاكستيفز اللي كونتيننج فوسفيت، سواء كان بناخدها اورال او بناخدها انبا. في كمان احنا عندنا اللي هو صوديوم فوسفيت اللي بتاخد اورال بكميه كبيره قبل ما بنعمل كرولوسكوبي عشان يعمل بريبريشن للكولون، ده لو استخدمنا ماسيف اماونتس بيبتدي يحصل كالسيوم فوسفيت بريسيبتيشن جوه الرينال تيوبولز ويعمل لي اي كي اي، بنسميها اكيوت فوسفيت نيفروباثي. الاكيوت فوسفيت نيفروباثي دي من الحاجات اللي هي ممكن ما يحصلهاش كومبليت ريكفري فتعمل لي ريزيدوال رينال امبيرمنت، الريكفري بتاعها اهم يبقى سلو، وفي بعض الحالات ما يحصلش كومبليت ريكفري او ما يحصلش ريكفري ويخش البيشنت في اند ستيج. في كمان اللي هو البيسفوسفونيت خصوصا الايتودرونيت، ده بيعمل هايبرفوسفاتيميا عن طريق ان هو بيزود الرينال تيوبر ري ابزوربشن اوف فوسفيت، والحاجه الثانيه انه بيزود الريليس من السيلز وبالتالي بيعمل نوع من الريديستريبيوشن، هو ما قللش التوتال فوسفيت او ما زودش التوتال فوسفيت لكن هو خرجه من السيلز لبره فيبقى عندي هايبرفوسفاتيميا. من ضمن الاسباب اللي تعمل هايبرفوسفاتيميا اللي هو سودو تيومرال كالسينوسيس. السوديو تيومر كالسينوز ده بيحصل فيه ايه؟ بيحصل ان اكتيفيتنج ميوتيشن اوف ذا جين ريسبونسبل فور اف جي اف 23 او الكلوثو اللي هو الكوفاكتور بتاعه، فبقى عندي الاف جي اف 23 موجود بس ان اكتف، فبالتالي هتقل الاكتيفيتي بتاعته وبالتالي هيقلل الفوسفيت اكسكريشن. لما يقل الفوسفيت اكسكريشن البيشنت هيخش فيه هايبر فوسفاتيم. لا، ومع الموضوع ده بيبقى فيه كمان انليميتد فيتامين دي اكتيفيشن، فيتامين دي اكتيف جدا بطريقه انكنترولابل فبيزيد الابزوربشن اوف كالسيوم اند فوسفيت من الجي اي تي فيبقى عندي هايبر فوسفاتيميا كمان.
طيب فوسفيت عالي وكالسيوم عالي بتدي يعملي كالسيفيك ماسز. لا، والكالسيفيك ماسز دي غالبا بتيجي حوالين الميجور جوينتس زي الشولدر مثلا وكده، فده يؤدي الى ايه؟ ماسز كبيره يفتكروها تيومر، لكن هي حقيقه مش تيومر، عشان كده جال اسمه سودو تيومر الكالسينوزس. ولان الموضوع دوت هو اوتوزومال ريسيسيف، فاحيانا بدل ما يسموها سودو تيومر احيانا يسموها فاميليال تيومر الكالسينوزس، لقوا ان الماس دي لما بنشيلها ترجع تاني يحصل لها ريكاردز. فده اللي هو ايه الموضوع ده. الحاجه الثانيه ان عندنا في الكرونيك ريسبيراتوري الكالوزس، في المحاضرة اللي فاتت احنا الاكيوت ريسبيراتوري الكالوزيس الاكيوت هايبر فنتليشن يعمل لي هايبوفوسفاتيميا، لكن هنا الكرونيك ريسبيراتوري الكالوزيس يعمل العكس، يعمل هايبر فوسفاتيميا. ليه؟ لان البرولونجد هايبر فنتليشن ده بيعمل نوع من الريزيستنس للرينال تيوبولز للاكشن اوف ذا بي تي اتش، فالبي تي اتش موجود نورمال لكن مش قادر يشتغل، فيعمل لي هايبر فوسفاتيميا وهايبوكالسيميا. ده اللي احنا بنقول عليها فانكشنال سودو هايبو باراثيرويديزم، ودي هنلاقي هنا ان البي تي اتش نورمال مش عالي. كلينيكالي البيشن بتاع الهايبر فوسفاتيميا بيجي بالسيمتومز بتاعت الهايبوكالسيميا، يعني احنا دايما قلنا ان اي هايبر فوسفاتيميا بتبتدي او الفوسفات الكتير في الجسم يمسك في الكالسيوم ويحصل له ديبوزيشن في اماكن كتير، منهم سوفت تيشوز، ممكن يحصل في البلد فيسلز ويعمل فاسكولار كالسيفيكيشنز خصوصا في الادفانس السي كي دي والاند ستيج، وكلمنا عن ده ان ديتيلز في محاضرات السي كي دي ام بي دي، ويؤدي الى كارديو فاسكولار ديزيزز. ممكن يبقى في الكاردياك فالفز، ممكن يعمل لي في الارتيروز الصغيره بتاعت السكين او الانترنال اورجز ويعمل لي كالسيفلاكسس، ودول بنشوفهم في الاند ستيج كلمنا عنده برضه في محاضرات السي كي دي ام بي دي. لقوا كمان ان الهايبر فوسفاتيميا زي ما قلنا في محاضرات الهايبوكالسيميا بيعمل انهيبيشن 1 الفا هيدروكسيليز، وبالتالي هيقلل الكالسيترول اللي هو الاكتيف فيتامين دي، وبالتالي الابزوربشن اوف كالسيوم من الجي اي تي هيقل، فده يؤدي كمان الى هايبوكالسيميا بطريقه ثانيه غير ان هو يمسك فيه ويحصل له ديبوزيشن في التيشوز. الهايبوكالسيميا دي طبعا هتدي المانيفستيشنز بتاعت الهايبوكالسيميا اللي قلناها في محاضره الهايبوكالسيميا، ممكن تعمل لي التيتاني، وخصوصا التيتاني دي ممكن اشوفها اكتر في الناس اللي عندهم اكيوت رايز او رابيد انكريز في الفوسفيت. ده بنشوفه مثلا في حالات الرابدوماليسز او تيومر لايسس سندروم، لانه بيطلع كميه فوسفيت كتيره مره واحده من السيلز، فممكن يبتدي يخش بيشنت في تيتاني. الدياجنوستيك ابروتش لحاله هايبر فوسفاتيميا هو مش معقد ولا حاجه، ومش محتاج الجوريزم زي ما كنا بنتكلم في بيت الالكترولايتس، هو سهل وواضح من الهيستوري. بيشنت ده واحد دخل عنده كانسر وخد كيموثيرابي فدخل في هايبر فوسفاتيميا، واضح. واحد بياخد فيتامين دي بكميه كبيره، واحد عمل باراثيرويدكتومي بقى عنده هايبو باراثيرويديزم، واحد حصل له سيفير هيموليسيس رابدوماليسيس، بياخد لاكستيفز، عمل انيما بصوديوم فوسفيت، فدايما السبب بيبقى واضح، مش محتاج ايه ان احنا نفكر فيه كتير. لكن لو هو مش واضح بنشوف الكالسيوم اللي معاه ايه ونعمل الورك اب بتاع الهايبوكالسيميا اللي موجود. يعني مثلا لو لقينا ان في هايبوكالسيميا، اكتر حاجه تعمل هايبوكالسيميا ومعها هايبر فوسفاتيميا، وده اتكلمنا عنه ان ديتيلز في محاضرات الهايبوكالسيميا، يا اما يكون هايبو باراثيرويديزم، يا اما سودو هايبو باراثيرويديزم، يا اما بيكون ادفانسد سي كي دي. طيب في الهايبو باراثيرويديزم عندي هنا البي تي اتش ما بيطلعش، فبالتالي عندي هيكون البي تي اتش قليل. لكن السودو هايبو باراثيرويديزم لا، انا عندي بي تي اتش بس ما فيش ريسبونس ليه، يبقى هنا هيكون البي تي اتش نورمال او عالي شويه. وفي حالات السي كي دي او اي جي بيبقى في سكندري هايبر باراثيرويديزم، وبالتالي هيبقى البي تي اتش عالي، يبقى هنا هيبقى لو لكن هنا نورمال او عالي، وهنا هيبقى عالي قوي. طيب هنفرقهم ازاي تاني ما بين الاثنين دول اللي ممكن يكون البي تي اتش اوكي؟ يبقى انا هشوف هنا ايه السيرام كرياتينين، هلاقي في السي كي دي او الاند ستيج هيبقى هنا عندي سيرام كرياتين عالي لكن هيكون نورمال في الايه في الاثنين التانيين. طب لو لقيت مع الهايبر فوسفاتيميا عندي هايبر كالسيميا، يبقى غالبا ده هيكون فيتامين دي انتوكسيكيشن، البيشنت بيدي هيستوري ان هو بياخد فيتامين دي، ولو قسنا الفيتامين دي الكالسيديول كالسيترول هلاقيهم عاليين ايه في البادي. اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هو تريتمنت اوف هايبر فوسفاتيميا. الهايبر فوسفاتيميا عشان نيجي نعالج احنا بنبص لحاجتين، الريت اوف ديفلوبمنت هل هو اكيوت يعني ارتفع بسرعه الفوسفيت زي حالات مثلا تيومر لايسس سندروم زي حالات رابدوماليسيس، ولا نتيجه، وكمان الحاجه الثانيه انه الكيدني فانكشن اخباره ايه، البيشنت عنده كيدني فانكشن كويسه بيجيب يورين كويس، ولا هو مثلا ادفانس سي كي دي او اند ستيج ما بيجيبش يورين. فزي اي حاجه في الاول احنا هنعالج الاندرلاين كوز وبعدين نشوف اذا كان في اكيوت رايز اوف فوسفيت
يبقى اذا كان البيشنت لسه بيجيب يورين والكيدني فانكشن كويسه نبتدي ندي انترافينوس فلويدز. غالبا بندي نورمال سالاين، ده بيزود الاكسكريشن اوف فوسفيت مع الايه البوليوريا اللي احنا ايه عملناها اندكشن. الحاجه الثانيه، لو البيشنت ده اوليجو انيوريك زي حالات الاي كي اي سيفير اي كي اي، يبقى في الحاله دي هنلجا الى هيموداليسيس. طيب لان الدياليزيت فلويد ما فيهوش فوسفيت. الحاجه الثالثه ان احنا ممكن نعمل ريديستريبيوشن للفوسفيت، ندخله جوه السيلز، بندي ايه ديكستروز انسولين زي ما كنا بنعالج الهايبركاليميا بالظبط. طيب لو عندنا كرونيك هايبرفوسفاتيميا، يعني الفوسفيت اتكون بالراحه على مدى فترات طويله، وده غالبا بنشوفه في حالات السي كي دي والاند ستيج، اول حاجه ان احنا نعمل دايت ريستركشن، نقلل الفود اللي فيه فوسفيت. بس احنا مشكلتنا ان الفوسفيت موجود تقريبا في معظم الفود، فالموضوع بيبقى صعب شويه، لكن نقلل الحاجات اللي فيها فوسفيت كتير زي مثلا الميت وزي الميلك والديري برودكتس. بس حتى ده احيانا ممكن نيجي على حساب البروتين فيبتدي البيشنت يخش في بروتين مال نيوتريشن، فاحيانا نبتدي نقول طب نقلل الحاجات اللي مش اسينشال، يعني مثلا الحاجات مثلا زي النتس، مثلا المكسرات، زي مثلا الحاجات الفيزي درينكس اللي هو السوفت درينكس، الكولا والحاجات دي، الحاجات دي فيها فوسفيت كتير فنقلل فيها على قد ما نقدر. الحاجه الثانيه ان احنا هنستخدم فوسفيت بايندرز، ودول اتكلمنا فيهم ان ديتيلز في محاضره السي كي دي ام بي دي. قلنا الفوسفيت بايندرز دي حاجه هتمسك في الفوسفيت وتنزل بيه في الجي اي تي. عندنا حاجات ممكن نستخدمها زي الالومنيوم هيدروكسيد، بس طبعا بنخاف من السايد افكتس بتاعته انه ممكن يعمل انيميا ويعمل لي بون ديزيز وسي ان اس مانفيستيشنز، فممكن نستخدمه ايه لفتره شورت ما تزيدش عن 4 اسابيع. طيب في عندنا اللي هو الكالسيوم بيز فوسفيت بايندرز، ودي قلنا زي الكالسيوم كربونيت وكالسيوم اسيتيت، ده احسن ما فيهوش مشاكل الالومنيوم، لكن ده ما اقدرش استخدمه اذا كان الكالسيوم عالي لانه هيزود الكالسيوم هو كمان. وفي حاجات بقى المجموعه الثالثه اللي هي نون كالسيوم نون الومنيوم بيز زي السيفيلامر وزي اللانثانم كربونيت، وكل ده طبعا لو رجعنا محاضره السي كي دي ام بي دي هنلاقي ان احنا اتكلمنا فيه بالتفصيل. طيب الحاجه الثالثه نبتدي نعمل هيموداليسيس العيار اند ستيج، وفي كلام على ان النيكوتينامايد اللي هو النايسين اللي احيانا بيستخدموه ك حاجات تقلل الليبيدز الكوليسترول في البلد، لا ان احنا قلنا اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت، وقلنا هو بيعمل انهبيشن للصوديوم فوسفيت كو ترانسبورتر 2 بي اللي موجود في السمول انتستين، وبالتالي هيقلل الابزوربشن اوف دي فوسفيت من الجي اي تي لانه هينزله. بس الكلام ده يعني هل هو ابروفد في علاج الهايبرفوسفاتيميا؟ لا لسه ما فيش حاجه عنه لغايه دلوقتي. بكده يبقى احنا خلصنا الفوسفيت كله على بعضه. وthanks for watching.